السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة القسم 3، السقوط الحر، عاشر متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2015-2016، تفسير الرسوم البيانية. نقرأ المسألة مع بعض ونشاهد الرسم البياني. يظهر الشكل أدنى التمثيل البياني لتغيرات موقع كرة صغيرة تقذف في الاتجاه الرأسي في مجال الجاذبية الأرضية بإهمال مقاومة الهواء لحركة الكرة، وبافتراض أن نقطة أصل الإحداثيات تقع على سطح الأرض، يعني هنا سطح الأرض، والمحور واي نحو الأعلى. ما ارتفاع، نقص الألف من هنا، ما ارتفاع النقطة التي قذفت منها الكرة عن سطح الأرض؟ بيجي للرسم، بنلاحظ الارتفاع 40 متر. الطلب باء، في أي اتجاه قذفت الكرة، إلى أعلى أم إلى أسفل، وما مقدار السرعة التي قذفت بها؟ برجع بقرأ السطر الأول، يعني بيقول لك تقذف في الاتجاه الرأسي، ما ذكر لك أعلى ولا أسفل. إذن علينا نوجد مقدار السرعة، ومن مقدار السرعة بنقدر نحدد قذفت إلى الأعلى أو إلى الأسفل. لكن ماذا نفعل؟ عندنا رسم بياني، بأخذ نقطتين من الرسم البياني، ونعمل هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية، نقطة عند الزمن واحد ونقطة عند الزمن صفر، ومنطالع أحداثياتهم بهذا الشكل، ومنطبق المعادلة اللي هي الإزاحة تساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نصف العجلة في مربع الزمن. لاحظ أنا العجلة حطيتها إيه، لكن بدي أعوضها عجلة الجاذبية، لأن احنا عم نتحدث عن قذف إلى الأعلى أو إلى الأسفل. بعوض دلتا واي عبارة عن الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي، وتساوي للسرعة الابتدائية مضروبة بالزمن، الزمن النهائي واحد والزمن الابتدائي صفر، الفرق بيناتهم واحد، زائد نصف العجلة الجاذبية ضرب واحد للتربيع. لحد هون الفيزياء خلصت، هلا كله حساب. الحساب تدريب حتى تصير شاطر بالحساب، انك تتدرب تحل كذا مرة. عوضت عن الموقع النهائي اللي هو 30 والموقع الابتدائي 40، السرعة الابتدائية مش موجودة عنا، حاصل ضرب النصف في عجلة الجاذبية في مربع الزمن طلع عنا هذا، برتبون بهذا الشكل، بستخرج منه بي اي ترتيب، يعني نقل حدود من طرف يمين إلى طرف يسار مع تغيير الإشارة، بتصير عنا السرعة النهائية سالب 5.1 متر. السالب معناها السرعة في الاتجاه إلى الأسفل، إذن معنى ذلك الكرة قذفت إلى الأسفل. الطلب جيم، ارسم الخط البياني لتغير سرعة الكرة مع الزمن. حتى نرسم الخط البياني لتغير السرعة مع الزمن لازم أعمل نحسب نرسم السرعة مع الزمن. هو ما عطاني الخط البياني السابق، كان عطاني الخط البياني السابق موقع وزمن، لكن بنقدر نحسب السرعة. إذا نحسب السرعة في نهاية كل ثانية من الحركة، رسمت هذا الجدول، حطيت الزمن 0 1 2 3، أخذته من الرسم البياني السابق، ومن هالمعادلة بحسب السرعة في كل مرحلة. طبعا السرعة الابتدائية ما بننسى أن عندنا إياها سالب 5.1. زيلت دليل السرعة بالزمن، يعني في صفر يعني السرعة في الزمن صفر، الزمن في الثانية الأولى أو السرعة في الثانية الأولى، السرعة في الثانية الثانية، السرعة في الثانية الأخيرة اللي هي 2.3. عم بمشي بسرعة منشان ما ياخد منك وقت، ما تبقى شغلك أنت، يعني بدك توقف الفيديو وتحط ورقة وقلم وتعود
وتحسب وتشوف أنا غلطت ولا ما غلطت، ولا حسابي صح ولا حسابك صح. هاي الجدول اللي فيه الزمن والسرعة. بنروح لبرنامج إكسل، بنحط له البيانات، طبعا لازم تكون متعلم عليه ومتعلم كيف بدك ترسمه. بيطلع عنا هذا الخط البياني، خط مستقيم. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء، من ولا تنسى إنه من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهير الليالي.